مين هو احسن اونكل، اونكل زيزو ولا انكل توني؟ السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده معانا فيديو مقارنه ما بين مطعمين، بس حبيت اكثر شويه قصه الغالي ضد الرخيص. لقيت مطعم اسمه اونكل زيزو ولقيت مطعم اسمه انكل توني، فحبيت نعرف ايه هو فرق الثقافات اللي حصل في 2022 ما بين الانكل زيزو وما بين انكل توني. انكل زيزو او المعروف بيه عربية كفتة المازة، انكل زيزو ده اتشهر من سنة او سنة ونص، كمية ناس عملوا له ريفيوهات ما شاء الله. يعني هو كان بيطلع بالليل على الطريق يشوي كفتة عند المازة، وكان ليه برضه محل جوه كده في المازة، بس مش ناس كتير كانت تعرف القصة دي. هو كان معروف بالعربية. المهم ان ما شاء الله يعني ربنا كرمه وفتح محل في مصر الجديدة وبدأ يعمل مشويات. الايتمز عنده مش كتير قوي، يعني استغربت ان هو بتاع مشويات ما بيعملش حواوشي، بس انا جبت الحاجات المشتركة ما بينه وما بين انكل توني. في فرق ثقافات يا جدعان ما بين الكيسين اساسا. انكل توني ستريت فود من الاخر. صراحة اول ما شفت المحل ده حسيت ان هو هتبقى حاجة سيز بقى من العيال اللي هو ايه وي ويل ايت كبدة اتس فيري تيست او كبده في السجق، بس لما دخلت على البيج وشفت المحل وشفت برضو الاسعار حسيت ان هو عادي في الميد رينج، مفيهوش حاجه مقفوره قوي. الغريب ان انا لقيته بيعمل حاجات اكتر من انكل زيزو. كنت متوقع ان انكل زيزو عنده حواشي، ما لقيتش عنده حواشي، ولقيت عنده ان كيلو كفته ب 140 جنيه. فانا جبت الحاجات المشتركه، خلينا كده نفتح ونشوف. بس بعد ما نعمل لايك شير سبسكرايب والحاجات الحلوه دي، هبدا بانكل زيزو. تغليف ورق متواضع جدا وكيس بلاستيك، يعني حرفيا لو حطوا لك في حجرك هيبقى احسن من كده. انكل توني حاجه بقى ايه محترمه شويه، تغليف نظيف مقفول عشان الاكل ما يتفرطش. سندوتشات حتى تغليفها انضف شويه بكتير من انكل زيزو. كاتشب ومناديل، اي نعم هو منديل واحد بس شغال. تسمحوا لي ابدا بس باكت البطاطس من انكل توني عشان ما لقيتش بطاطس في انكل زيزو. ده باكت البطاطس عليه زي بهارات كده، يعني شبه البهارات شويه بتاع بافلو برجر. بسم الله. البطاطس تقينه مش رفيعه فبتحس بطعمها. البهارات مميزه شويه بصراحه عن قصه الملح والفلفل، بس 20 جنيه على شويه دول كتير شويه. كنت متوقع بصراحه ان الحاجات اللي شبه بعض في الاثنين هيبقوا كتير، بس للاسف حتى البطاطس ما لقيتهاش في انكل زيزو زي ما قلت لكم. فهم حاجتين بس اللي لقيتهم شبه بعض، شاورما اللحمه والكفته. فممكن نبدا بشاورما اللحمه. تغليف طبعا هيروح لانكل توني، تغليف ألذ شويه. دول شكل السندوتشين، اوكي الكايزر تقريبا قد بعضيه، يعني مش شايف فرق كبير. تالي كمان ان انكل زيزو اكبر شويه من انكل توني. انكل توني مليان طماطم كتير ومليان نعناع كتير، انكل زيزو لا، يعني هو شويه اللحمه ومش عارف حتى في طحينه ولا لا، سن الطماطم بسيطه وبس على كده. الشاورما عند انكل زيزو ب 15 جنيه الكايزر ده، الشاورما عند انكل توني 24 جنيه، ففرق سعر يعني رهيب شويه ما بين الاثنين. انا عاوز ادوق الاول الانكل توني دي. بسم الله. ساندوتش بالظبط اربع اطناط. اللحمه حلوه بس كميتها مش كبيره. اكتر حاجه مسيطره على الطعم هي طعم الخل، في طعم خل زاعق كده في الشاورما، شبه شويه الخل بتاع ابو حيدر. كمان قصه ان الطماطم كتير والخضره كتير مأثره على طعم اللحمه، فبتحس ان اللحمه يعني قليله شويه في الساندوتش. بسم الله. سهل الممتنع، الراجل هنا ما بيهبطش كتير، هو حاطط لك شويه اللحمه على يعني حتتين صغيرين كده طماطم، لاعب واحد بس ان تحس ان الشاورما دراي شويه، ناشفه شويه في بقك. انكل توني لو قلل بس الخل شويه عنده في الشاورما، الشاورما بتاعته هتبقى جامده جدا. تاني ساندوتش الاثنين بيعملوه هو ساندوتش كفته. انكل زيزو اصلا معروف بالكفته، يعني هو اصلا شهرته في الكفته. هتلاقي ان في فرق في الحضارات جامد جدا، هو ده صداع الحضارات. انكل توني السندوتش صغير جدا، حطيت لك كفتيايه حرفيا واحده، طماطم خيار مخلل وطحينه تحت، بس الفينو بصراحه شكله صغير. انكل زيزو عيش شامي جواه بصل خضره طماطم ورغيف كفته، بس هو بصراحه اكبر بكتير جدا من انكل توني. يعني سندوتش الكفته عند انكل زيزو بيبدا من 15 جنيه، الكفته عند انكل توني مش بعيده قوي عن انكل زيزو ب 18 جنيه، حسب ما تحب بقى فينو ولا شامي. نبدا بيه انكل زيزو. بسم الله. حس بس طالما دي طلعت لي في كفته، انا يعني لحمه الكفته طريه جدا، في عظم فيها طلع في الساندوتش، ف لا انكل زيزو قفلني بصراحه. موضوع الفرم ده مهم جدا في الكفته. انكل توني. بسم الله. موضوع الخيار المخلل اللي محطوط في الساندوتش ده مع الصوص مع البصل اللي تحت مع الطماطم مخلي الساندوتش طعمه حلو. مش هقول لك ان هي احسن كفته تجيبها من محل، هي تخصص الكفته ده تروح ليه محل مشويات احسن او حياتي احسن، او تروح تشوف فيديو الكفته اللي هسيبه لك تحت في الكومنتات. مش اجمد كفته تاكلها في حياتك بس حلوه شغاله. ودي كانت مقارنتها التافهه عشان نعرف مين هو احسن انكل في مصر. انكل زيزو بصراحه انا جربته قبل كده في الكفته ايام ما كان عربيه، كان طعمه احلى من كده. ما تنساش الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب. عايز تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي هتاخد خصم 10% وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم وسلام.